سأبدأ معك مباشرة من مدينة ماريوبول، وهذا النفي من قبل متحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف لبيانات الخارجية الأوكرانية والمتعلقة بالقوات التي تسيطر على ماريوبول. ما الذي يحدث في ماريوبول وآخر التفاصيل التي رصدتها الدفاع الروسية؟ نعم، مساء الخير. أكدت وزارة الدفاع الروسية على سيطرة القوات الروسية بشكل كامل على مدينة ماريوبول، كما دعت الدفاع الروسية السكان على العودة إلى مدينة ماريوبول، وتعهدت لهم بتأمين حمايتهم وسلامتهم من القوميين الأوكرانيين. الجزء الباقي تحت سيطرة القوات الأوكرانية هو جزء بسيط من مصنع أزوفستال وليس المصنع بشكل كامل. القوات الروسية قبل يومين وبالتعاون مع قوات إقليم دونيتسك اقتحمت جزء بسيط من مصنع أزوفستال. لغاية الآن الجزء المتبقي من المصنع تحت السيطرة للقوات الأوكرانية. القوات الروسية تعمل على محاصرة هؤلاء المقاتلين الأوكرانيين وأيضا المقاتلين الأجانب لعدة أيام إضافية حسب الأمر الذي صدر يوم أمس عن الرئيس فلاديمير بوتين بعدم الدخول إلى مصنع أزوفستال لكي لا يكون هناك خسائر في صفوف القوات الروسية، وأيضا للاستحواذ على المعلومات من قبل المقاتلين الأجانب. حسب التصريح الروسية بأن عدد المقاتلين داخل مصنع أزوفستال يتجاوز 600 مقاتل، ومعظمهم يدفعون إلى استخبارات إلى الأجهزة الاستخباراتية الأوروبية وتحديدا الأجهزة الفرنسية وأيضا البريطانية، بالإضافة إلى عدد من المقاتلين يحملون الجنسية الكندية. ولعلها حسب ما قرأها المراقبين لخطوة بوتين يوم أمس بمنع اقتحام مصنع أزوفستال، لعل بوتين يريد أن يساوم مع الدول الأوروبية والدول الغربية على هؤلاء المقاتلين الأجانب، وبالإضافة إلى إمكانية تعرية المسؤولون الأوروبيون والغربيون أمام شعوبهم بعد إرسالهم لعدد من المقاتلين إلى الداخل الأوكراني للقتال ضد القوات الروسية. وحول الكلام الأمريكي بعدم سيطرة القوات الروسية على مدينة ماريوبول، هذا الأمر استنكرته موسكو ووضعته في إطار الترديم المعنوي الأمريكي للإرهاب الأوكراني، هكذا وصف الوضع ديمتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين. وعلى كل حال حسب التصريح الروسية بأن الدول وأيضا القوات الأوكرانية والنظام الأوكراني يعلم جيدا بأن مدينة ماريوبول أصبحت تحت السيطرة الروسية، ووسائل الإعلام الروسية تنشر لقطات وفيديوهات مصورة للجنود الروس يضعون الأعلام الروسية وأعلام إقليم دونيتسك على مبنى التلفزيون في مدينة ماريوبول وعلى ميناء ماريوبول، بالإضافة إلى وضع الأعلام في وسط مدينة ماريوبول. هذا بالنسبة لمدينة ماريوبول. أيضا بدأت قوات إقليمي دونيتسك ولوغانسك اليوم بمعارك ضاربة في إفليتشا بمنطقة دونباس، تمهيدا لمعركة عسكرية كبرى لتحرير المنطقة من القوميين الأوكرانيين. طيب حسين، في ظل تأزم الوضع ميدانيا ويعني تطورات المتلاحقة وإعلان الجانب الروسي عن المرحلة الثانية لهذه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ماذا عن الدبلوماسية، خصوصا وأن الكرملين أعلن أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيكون له زيارة في روسيا الأسبوع المقبل، ماذا عن تفاصيل أكثر عن هذا الأمر؟ نعم، في 26 من أبريل سيلتقي الرئيس بوتين الأمين العام للأمم المتحدة، وأيضا سيلتقي الأمين العام لوزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف. في طبيعة الحال ستكون فحوى اللقاء حسب
الخبراء طبعا والمراقبين. ستكون كاتصال اليوم الذي حصل بين رئيس المجلس الأوروبي والرئيس بوتين، فخلال الاتصال الهاتفي الذي جمع بين بوتين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، حدد بوتين تقييماته الأساسية فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس، وأشار إلى أن منح العسكريين الأوكرانيين المتمركزين في مصنع أزوفستال فرصة إلقاء أسلحتهم والنجاة بحياتهم. وأيضا بدوره ميشيل طلب من بوتين بالتواصل مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي، لكن رئيس بوتين قال أن الوقت لم يحن بعد. وهذا الكلام روسيا بشكل واضح أعلنته منذ بداية العملية العسكرية، وبعد الطلب المتكرر لزيلينسكي بالجلوس واللقاء الرئيس بوتين. وروسيا كانت تؤكد على أن بوتين لم يمانع من حصول اللقاء، لكن يجب أن يكون هذا اللقاء ذات أهداف محددة، أي يجب أن يتم توقيع اتفاق بين الطرفين بين روسيا وأوكرانيا خلال هذا اللقاء، ويجب أن يتضمن الاتفاق تحقيق كافة الأهداف الروسية. بطبيعة الحال الجلسة المرتقبة للأمين العام الأسبوع المقبل إلى روسيا ستكون كما الاتصالات المتكررة بين الطرف الروسي والأطراف الأوروبية والغربية، سيحثون الطرف الروسي على وقف العملية العسكرية بالإضافة إلى الممرات الإنسانية، لكنهم في المقابل لن يضغطوا على النظام الأوكراني. في طيب أعود معك مرة أخرى إلى الوضع الميداني حسين، والتصريحات اللي خرجت عن المرحلة الثانية من العملية العسكرية التي بدأت منذ يومين، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها روسيا استهداف الجنوب الأوكراني بالإضافة إلى الدونباس، ليست فقط الدونباس أو مناطق من الشرق الأوكراني، لكن نصا واضحا الجنوب الأوكراني أيضا. ماذا لديك من تفاصيل؟ نعم، بدأت قوات إقليمي دونيتسك ولوغانسك بمعارك ضاربة في إليتشا بمنطقة دونباس، تمهيدا لمعركة عسكرية كبرى ستبدأ خلال الأيام المقبلة حسب ما أعلنت الدفاع الروسية لتحرير منطقة دونباس من القوميين الأوكرانيين. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن سيطرة القوات الروسية على ترسانة ضخمة للقوات الأوكرانية في مدينة خاركوف، وتدمير كتيبة أوكرانية بكامل عتادها من أفراد وأسلحة ومعدات عسكرية قرب إحدى محطات سكة الحديد، وذلك باستخدام صواريخ من طراز كاليبر. وبدوره الناطق الرسمي باسم الدفاع الروسي اللواء إيغور كوناشينكوف أكد على استهداف منظومة الدفاع الجوي الروسي منظومة F-300 الأوكرانية قرب بلدة نوفيسيلكا وقتل أكثر من 80 مقاتل أوكراني. إلى ذلك ذكر كوناشينكوف أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 7 طائرات بدون طيار أوكرانية وصاروخا من طراز توتشكا أو بالقرب من بلدة دونيتسكو. بدوره النائب قائد المنطقة العسكرية، هل هذا حسين هل هذا معناه أنه الهدف هي البنية العسكرية أو المناطق العسكرية في هذه المدن، أم إحكام السيطرة على المدن في الجنوب الأوكراني بشكل كامل حتى بخلاف هذه المناطق العسكرية؟ حسب ما كانت تعلن وزارة الدفاع الروسية منذ بدء العملية العسكرية، فكانت تربط الأهداف أو أهداف الاستهدافات والضربات الجوية كانت تربطها بتدمير المنشآت العسكرية الأوكرانية. أما اليوم نائب قائد المنطقة العسكرية المركزية قال أنه خلال المرحلة الثانية من العملية الخاصة الجيش الروسي يخطط لفرض سيطرة كاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا لتوفير ممر آمن إلى شبه جزيرة القرم. هذا الخطوة الجديدة التي أعلن عنها اليوم نائب قائد المنطقة العسكرية المركزية. هذا أمر هو يقع في إطار التصعيد الروسي في الميدان وفي العمليات العسكرية. وفي الرسائل السابقة أشرت إلى أن الجانب الروسي الآن بدأ يستخدم لهجة عالية السقف، وتحديدا في الميدان والعمل العسكري، بدل من تقديم المزيد من المرونة باتجاه المفاوضات. في بداية العملية العسكرية كنا نسمع هنا
وكان الجانب الروسي يقدم تعويل كبير على المفاوضات لحل الأزمة عبر الاتفاق مع الطرف الأوكراني في وقت سريع، لكن الآن ومنذ الأيام الأخيرة بعد استهداف القوات الأوكرانية للأراضي الروسية تغير الكلام هنا في الداخل الروسي.